ميدو حداد بيدور على نفسه من ساعه ما جه، يعني هو بيقال ان ده مش مكانه، ويقال ان هو سترايكر صريح. بص، هو في حاجات، يعني انا شايف كان سي سي احسن من حميد احداد مثلا. سي سي لعيب قوي جدا، بتشوف كل ماتش بيجيب جول بيعمل جول. وحميد يعني جه سنه ما لعبش فيها كويس، فراح اعاره سنه ورجع تاني. لكن سي سي احنا شايفينه قدامنا مستويات بتتطور. ما اعرفش يعني ليه الزمالك خلى حميد وساب سي سي، ليه مشى احمد رفعت وساب مثلا كريم بامبو. كريم بامبو مش بيلعبش خالص، ورفعت لعيب كويس ينفعك كبديل حتى. يعني في حاجات في القائمه كانت غريبه شويه، ودي ممكن تخلي قدام الدنيا في هجوميا للزمالك فيها مشاكل. حميد يعني انا شايف ان حميد لازم رايح ما يكفيش من الاول، يلعب بين شرقي وزيزو، وفي النص اوباما او شيكابالا. يعني اوباما رجع خلاص، فبرضه الحته دي يعني التشكيل ما فيهوش حاجه جديده. ممكن لعب، يقال ان احداد احسن له رقم 9، فنشوف رقم 9 يعني الفتره الجايه وحميد هيعمل فيها ايه يعني.